أربعة آب 2020، 2750 طن من نترات الأمونيوم انفجروا بوج لبنان، حطام ودخان وين ما كان. بهداك النهار كيف ما بتبرم وجهك بتشوف وجوه مصدومة حاملين أجسامهم المصابة وراكدين من دون وجهة محددة، بتشوف أشخاص حاملين أشخاص تانيين ما بقي منهم إلا جسم بلا روح. وجوه كانت قبل ثواني من هالانفجار كلها حياة، صارت بلحظة بين الحياة والموت. فأكثر من 7000 شخص أصيبوا، وملامح المدينة مثل ملامح هالأشخاص صارت مشوهة. 4 سنين راحت الدخنة والحطام انشال، المباني ترممت، بس الضحايا بعدوا الوجع مرفقن، والتحقيق انضب بجوارير ليصير مجهول المصير. وبعده الشعب اللبناني عم يسأل ليه صار هيك؟ مين وراء انفجار يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية بالتاريخ الحديث؟ الوجع بعد 4 سنين بعده ما خف، والجرح بعده ما ختم، والأهالي بعدهم عم يبكوا دم على أولادهم اللي راحوا وتركون. مش وحدك بعده، وبعد 4 سنين منبر لألن لتوصل أصواتهم وتعلى وتكون أعلى من صوت انفجار سرق منهم أحلامهم وسرق منهم الكتير. سامية متى هذا الانفجار سرق منا أغلى ما عنده. 4 سنين على الانفجار، بعدك لابسة أسود، بعدك حامل الصورة. شو سرق منك الانفجار؟ سرق ابن قلبي. الأربعة قبل 2020 وين كان شربل؟ شربل من مركزه، هو على المرفق، مركزه تحت. إجا التنان على البيت، نزل التنان على شغله، أساس بنام تحت، ثلاثة بيرجع. التنان إجا لعند الظهر على المحل. أنا استغربت، قلت له إيه تقبرني أنا نوع بس شوفه، بقول له بولا بصير قلبي يرقص. ليه جيت؟ قال لي عمت الرائد قال لي فل وطاع تاني يوم. بليلتها رجع نزل هو. ليه نزل؟ قال أحسن ما ينزل الصبح بكتير، وهيك بينزل بنام تحت وبيجي الظهر. أوف. تلاتة الصبح الساعة 10 بدق لي بعمره شربيل، وقت تنقله 3 أشهر تحت. أنا نوع كتير بدق له لأنه أنا كتير بخاف عليه. وقت نزل لتحت قال لك يا عمتي ما فيك تدقي تحت، إنه عندي شغل. نهار الانفجار نهار التلاتة يقبرني، بدق لي 9:30 هو قدام البيت. بعد في كتير صور يعني بكل زاوية من بيتنا، هلا بهيدي الاوضه اللي بنام انا وياه فيها، هيدا تخته بتنامي فيها للاوضه؟ ايه انا وياه، ايه انا وهيدا. وقت ما هيدا تنام حدا هلا بنام هيدا التخت، فقدت وحطيت له بدلته وصوره، وعلى تختي حطيت له بلوزه قبل نهار التنين شلحها ونزل على الشغل. بعد لهلا من 4 سنين بتنام حد بلا غسيل. وهالصورة تقلت قبل ما توفى بشهر، تصورها هالصغيرة وجاب لي إياها. قال لي ليتي عم تقلي، قال لي ما رحت بقالك غير هالصورة، أنا رح روح شهيد. ليه قال لك هيك؟ برحمته. كنت عيط عليه قال له شربي الحرام، قال لي ليتي عمتي هي الوحيدة رح تبقي لك، حطيها بهيدي الكادر تبع أول قربينتي. فعلا قبل بشهر بنهار الانفجار دقلي 9:30، دقلي أول مرة قال لي عمتي في حدا رح يجيب لك غرض دبي لي إياه لأربعة أنا بياخده مني. بسكر إجع بدق تيقل لي شو، بعمره ما بيقول لي. قال لي انت زعلانة مني؟ راضي علي؟ قلت له يا شاب اللي عم تقول لي هيك، انت بتعرف انه انا راضي عليك وانا ما بزعل منك. سكر التليفون. وهي كان اخر تليفون؟ هيدا اخر. طلع الانفجار، طلع.
بعد هاي أربع آخر صورة. هاي آخر صورة على الفور. هاي صورة وقت أول ما طلعوا المفرقعات. هاي بس نهار الانفجار. نهار الانفجار وقت طلعوا صار يقولوا مفرقعات ومدري شو. هون كان عم بيحكي مع الرائد النديف، هو عند الرائد النديف على المرفأ، عم بيقول له يا سيدنا في حريق، إجا الدفاع المدني رح يطفي. بيقول له الرائد نديف فل على المكتب هروب. بيقول له أنا لا. بيقول له عم بقول لك روح على المكتب مع رفيقتك. قال له لا بدي روح شوف أصحابي. طلع الانفجار الكبير، راح شربيل حسب أنا ما خبروني. كان في اثنين رفقاته برات المكتب. وطلع الانفجار شربيل كسر إيده. قف على الموتو لقى أول رفيق لإله مكسر، جيبه حطه بالمكتب. رجع تجيب الثاني. هون ما بعرف شو صار. ما بينعرف شو صار. طار من الموتو. يعني أنا بقول شغلة وحدة، إنه استلمته جثة كاملة ورحت على المرفأ. أخذنا أمن الدولة تشوف وين كان واقف، وين لقيوه. يعني بقول يمكن الله بحبه وبحبني، لأنه حفة على الحفة تحتها في البحر. يعني لو نزل بالبحر كان ما عرفنا شيء. يا ما في هلأ ناس ما استلمت جثة كاملة. جثة كاملة. أنا بقول أشكر الله نزلت شفته بالبراد. لكن لوين وصلوني؟ قول إنه الحمد لله جثة كاملة. للأسف يعني سامية الوجع لكن الوجع بالنسبة لإلي بعدنا أربع عيب. بعدك بهيدا النهار؟ بعد بهيدا النهار. أنا هيدا النهار اللي شفت فيه إشياء. أنا وخيي لخي بيو شفت مناظر ما تخطيتها هيدا النهار أبدا سامية. أبدا سامية. صلاتك بختام حديثنا معك، صلاتك لكل أهالي الضحايا كمان اللي عايشين مثل وضعكم، وللضحايا اللي بعدهم لليوم بالمستشفيات. صح. شو بتقولي؟ شو بتصلي؟ بقول لهم للضحايا اللي صاروا تحت الأرض ربنا يتوليتهم. ومن قلتهم دايما هيدي بقولها، انتم مش يعني ما حدا رح ينسى، ما في اهل بينسى اولادهم. ونحن مكملين هيدا اللي بنعودهم فيه يعني. واللي بعدهم المعطرين بالمستشفيات بقول الله يصبر اهاليهم ويصبرهم. والله ينور هالدوله، لان كمان هن بحاجه لمين يساعدهم انه يسندهم. فعلا صلاتنا مع كل موجوع. ايه لانه في كثير عالم بعدها احياء، بس شيء معطوبين شيء انه في عالم بعدها بالمستشفيات ما وعيت من لحظه الانفجار للاسف. وفي عالم يعني خلال هالسنوات كانوا عم يتوفوا بالمستشفيات جراء انفجار الأربعاء. صلاتنا يعني مع كل شخص عم يتوجع وعم يتألم من وراء هيدا النهار المشؤوم. ربي يعزيكم سامية، إن شاء الله العدالة تتحقق. هيدا اللي طامحينه. وإذا ما تحققت العدالة على الأرض أكيد عدالة السماء رح تتحقق. لكن أنا دائما بقول لهم في عدالة بالسماء، بس بقول له يا رب شي مرة تتحقق العدالة على الأرض. صح. يمكن شوي ببرد. صح. انه نتمنى من ربنا يسمعنا كلنا. إيه؟ كلبنانيين نعرف شو صار بهيدا النهار، شو صار انه مين فوت النترات، مين فجر، مين قتل. اكيد هيدي صرخه وهيدا حق مشروع ساميه لالك ولكل لبناني طبيعي. فقد عزيز إيه؟ على قلبه بهيدا النهار. جيسي قهوجي ام لطفله وممرضه بمستشفى الروم ببيروت. جيسي كانت بعملها وقت الانفجار وفرقت الحياه لتترك وراها زوج مفجوع وطفلة يتيمة الأم. على
أربعة آب نهار عادي مثل كل الأيام، كان نهار ثلاثة، كنت أنا بالشغل، خلصت شغل الساعة 2:30 وجيت على البيت مثل كل يوم تأستلم بنتي من مرتي، لأنه مرتي بتروح الساعة 3 على الشغل. شي الساعة 5 باخد بنتي جزدورة بالسيارة، نحنا عم نجزدير، كانت مرتي عم تحكينا، بعد شوي بتقلي في حريقة على البور تبع بيروت، لأنه هي بتشغل بالتاسع دغري أنفاس على البور، 6 إلى 5 6 و7 دقايق بيطلع انفجار قوي. دغري أنا بمسك التليفون وبجرب دق لمرتي لطمنها، لأنه بتكون قلت أكيد هلأ بتكون شغل بالها أنه أنا وبنتي بالسيارة وبدي ينشغل بالها علينا، ما في خطوط. بعثت لها مساج قلت لها أنه أنا وإلا منيح ورايحين على البيت، وقتا نوصل على البيت منحكيك. ما ردت على الواتساب. أنا قلت براسي أنه أكيد، لأنه عادة وقت يصير شيء كأورجان كل الانفيرميرات بالمستشفى بينزلون على الأورجانس لأنه بيكون في كتير جرحى ومرضى، قلت اكيد حطته على جنب او سايلنت، هلا وقت تشوفه بترجع بترد علينا خبر. بعدين صار يبلش يقولوا انه في انفجار على البور ومش بهالمنطقه على البور وكذا. شي الساعه 7 7:05 بدي اقول لها اما لجيسي مرته، بتقلي الي عرفت شي عن جيسي؟ لانه عم بيقولوا مستشفى الروم مأزيه وجيسي منصابه. انا هون بكون بالباركينج بس ما بقى. وقت قلت لي هيك حسيت هيك شيء ما بعرف، حسيت هيك كانه شيء نقز بقلبي. قلت لها بليز تعي، بليز طلعت لعنا عدي مع إلا لأنه بدي روح شوف شو القصة. بهالوقت بتكون أختها طلعت من البيت على المستشفى لتشوف شو القصة، وبتقلنا أنه جيسي منصابة كتير ومنا واعية، وهلأ اخدينا أمبولانس لأنه المستشفى الروم مهبطة وما فيهم يشتغلوا فيها، اخدينا بالأمبولانس على مستشفى مار يوسف. بس بالمبدأ بتقلنا أنه جيسي يعني بتحضرنا، ما بدها تقلنا دغري، بتقلنا أنه مش واعية أبداً. بوصل على مار يوسف بلاقيهم عم يشتغلوا، عم يعملوا لها ريانيماسيون لجيسي، عم يعملوا لها شوك على القلب، بس ما في شيء. يعني بتقولي انه ما لنا جيسي، يعني جيسي كانت برونزي وزنها 40 كيلو، شفت مره بيضه وزنها شي 80 كيلو قد ما منفخه وكلها دم من ورا. بتطلع هيك بحكي الحكيم، بيطلع الحكيم بعرفه بقول له شو صار، بيقول لي الله يقويكم والعوض بسلامتكم. وهون بيقولوا لنا انه جيسي توفت. نكمل من قلة الموت. يعني انا ما عندي، انا بقول ما عندي حياة، عايش كرمال بنته. ما رح نوصل للحقيقة، نحن بدنا نوصل للحقيقة وهيدا هدفنا بالحياة، بس أنا بقول بلبنان ما رح نوصل للحقيقة. بقلها أنه إلا عايشة كتير منيح، أكيد فرحتها ناقصة لأنه كيف ما تبرم كيف ما تجي بضل تقول بتسأل عنا وبتقلي ليش مامي مش معنا. يعني بدي أقلها أنه عم بعمل قد ما فينا من اللي كنا متفقين عليه أنه نعمله، وعم جرب قد ما فيني خلي إلا مثل ما أنت كان بدك، بس أكيد ما رح تكون مثل ما أنت كنت تحلمي، لأنه عطول أنت ناقصة حدا. يقولولنا الحقيقة لنرتاح، لأنه يمكن ما بيرجعوا اللي ماتوا، بس على القليلة منقول أنه صار في عدالة. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات7 بلس.